السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة أم ريحانة وإمران. أول حاجة البنات كنشكر جميع المتتبعين ديال القناة سواء داخل المغرب أو خارجه. كنشكركم بزاف على التعاليق المشجعة وعلى الدعم ديالكم. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم عصير ديال الفريز بدون فريز إن شاء الله. مكونات بسيطة اقتصادي، كيجي لذيذ وكيجي خاطر، وان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. غنحتاجو فيه ان شاء الله اطرو ديال الحليب، وغنحتاجو فيه فلون تاع الفريز اللي كيدار مع السيترو ديال الحليب، وغنحتاجو فيه ان شاء الله السكر حبيبات. اذا على بركه الله نبداو في التحضير. اول حاجه البنات كنديرو نصف لتر من الحليب، كنضيفو عليه الفلون تاع الفريز. ها هو البنات حطيته فوق النار، غادي نخليه حتى يطلع فيه الغليه بحال الفلون العادي ونطفي عليه. ها هو دابا البنات طلعت فيه الغليه، دابا غنطفي عليه. دابا البنات غنخليه حتى يدفى وندخلو الثلاجة حتى يبرد ليا ويشد فراسو ونعاودو نطلق. دابا البنات بعد ما وجد عندي الفلون وبرد وتماسك ليا ولا عندي بحال هكا، دابا كنجيبو الكاس ديال مولينيت كنكبو فيها هذاك الفلون. غنضيف ليه كذلك جوج معالق ديال السكر، كما قلت لكم قبيله السكر حسب الذوق. دابا غنضيف ليهم نصف لتر من الحليب، وغنطحنهم. بهذه الطريقه البنات كنكونوا وجدنا عصير ديال الفريز. غنقترح عليكم البنات دابا واحد الطريقه باش تزينوا الكؤوس ديالكم. نحتاجوا فيها المشروب الرمان السيرو، وهذا البنات، وغنحتاجوا فيها السكر حبيبات. ناخذ الكاسه البنات كنديروا بحال هكا السيرو، ومن بعد كنديروا السكر حبيبات، كيجي الشكل ديالو بحال هكا. نعاود معكم واحده اخرى، ممكن ديروا السيرو الخضر حتى هو كيجي الشكل ديالو زوين. كنعاودو نديرو السنيده، ودابا البنات كنكبوا العصير ديالنا. كيجي البنات خاطر ولذيذ، غير جربوه وردوا عليا الخبر في التعاليق. فرحوا به الوليدات واخا ما يكونش عندكم الفواكه. وهو البنات الشكل النهائي كيجي على هذا الشكل. غير زعموا البنات وجربوه على حسابي، راه كيجي لذيذ واخا ما فيه لا فواكه لا والو، اقتصادي، وتفرحوا به الوليدات ان شاء الله. اذا البنات كنتمنى ان شاء الله تجربوه، اذا جربتوه هنا الاعجاب ديالكم. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلايك وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب وفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد القناه.